اتوقع الناس شاريه الحاجه هتقول لنا رايها. قول لنا رايكم بقى في حاجه سمعت الدغدغه. نبدا يلا قول لنا رايك. مدام سميه حاجه مش معقوله، حاجه خطيره بتعمل. انا اشتريت من عندها من سنتين البريسلت دي والسلسله ودي، بقالي سنتين بلبسهم بروح بيهم البحر بأي حاجه. انا جايه لها النهارده مخصوص معرض مدام دعاء فاروق عشان خاطر مدام سماح الدريدي. هي حاجه بصراحه شاريه عشان احنا مش بنعمل. انا اشتريت النهارده حاجات يعني ولا حاجه التكلفه ولا حاجه، كل حاجه عليها خصومات. بتقول لك الحاجه مميزاها الصراحه، بتقول لك بتعرفك بكل حجر وبتعرفك فايده كل حجر، بتفهمك كل حاجه عن المنتج. لو عايزه حاجه بتساعدك، لو في حاجه مش عارفاها بتفهمها لك. ما عنديش كلام اقوله غير ان انا بشكرها جدا. بصي احنا فخورين بكمان الدغادي، احنا فخورين جدا طبعاً. جدا طبعاً. انا مبسوطين انها في اسكندريه، حاجه اصلا مش موجود منها تاني بره. دي حاجه انها طبعا مختلفه، اي انها ديفرنت طبعا، الفيسز اصلا مختلفه والناس كلها بتسال عليها دايما. ما بلبسها ناس بتقابلني وبتسال تبقى موجوده على طول. على طول عايزه الكلمه حقهم شركاء نجاحي. هم شركاء نجاحي. ربنا يوفقك. مش عميل مميز مش هبقى ديزاينر مميز. انت مميزه وناجحه. اه والله عشان كده احنا حاطين احنا كلنا اهم حاجه نقولها ان ربنا يوفقها. يا رب يا رب من قلبنا احنا بندعي لها بالتوفيق. والله العظيم احنا فعلا مبسوطين جدا جدا ان احنا اتعرفنا على شخصيه كده من احسن الشخصيات. ونتمنى كل الناس اللي شايفانا واللي بتشوفنا تيجي عند سماح الدغدغي. ماشي يلا هستناكم كلهم. سماح الدغدغي نجم وعالم في صناعه الحلاقه، منورانا تاني مره على قناه انتي رايحه. نورتينا سماح الدغدغي. انا بحبك زميلي حبيبتي ربنا يخليك. زميلي بصوا حبيبه قلبي وبندعمها وبنقول لها انت ناجحه من قناه انت ناجحه. تحيه حبيبتي زميلي قلبي. استنونا في فيديو تاني من اماكن تانيه كتير. باي باي.